احنا نوصله في تونس باش نكلموا بعما احنا السياسيين اللي احنا وجه البلاد بألفاظ السب والشتيمة اللي ما نقبلوش باش نسموها بالطريق العام. هو فما برشا ناس نبارة يحط ساق على ساق ويستنى باش واحد يتعدى، إذا كان شاشيته على اليمين القشبية مش عاد يسار. اختلاف الرؤى والأساليب هو في الحقيقة مثري للمشهد الدعوي، هالانقباض اللي موجود والناس اللي شادين كل واحد شد في شوش تلاخو. مسكين المواطن التونسي، مسكين لا يلقى سيجار ولا يلقى قهوة لا يلقى باش يركب في كار، كئيب تاعب. اللي عطلنا هو شح في نفوسنا، كراهية بعضنا. يكون الحاكم يساري ولا يميني، يكون تقدمي ولا رجعي، الدولة هي الهيكل الأساسي الذي يحفظ كياننا وجودنا. شكون مش يجي ينقذ لنا البلاد؟ شكون؟ منين احنا عندنا سمات هبط الذهب؟ نتعاركوا على كوم نتاع تمن، نسخايلوا في وسطو كنز واحنا باش نمشوا نمشوا ما نلقاو كان تمن. اللي يروح وهو عرقان يلزم نعملوا له تمثال.